حابين نعرف أهم النقاط اللي تم طرحها ومناقشتها في الاجتماع الأول. طبعا في المجلس احنا يعني اتكلمنا بشكل عام على الوضع الحالي في المؤسسة وعلى اللي المفروض نعمله خلال الفترة القادمة. اتكلمنا على العلاوة الدورية صرفها ان شاء الله مع مرتب يناير لجميع الزملاء. اتكلمنا على الموازنة التقديرية. يعني عرضت على الزملاء اجتماع مع رئيس الوزراء وزير الماليه النهارده مع الزملاء رؤساء المؤسسات وهيئه مكتب المجلس الاعلى للصحافه، وربنا يسهل ان شاء الله تطلع قرارات جيده ان شاء الله. دائما الاستاذ ياسر عز يعني حينما يطل على اي مكان يحدث فيه طفره ويبقى فيه بشره، فايه هي البشره ان شاء الله اللي بتقدمها للعاملين في المؤسسه؟ الحقيقه انا بتمنى ان شاء الله ان خلال الفتره القادمه يبقى في يعني في غضون شهر كده ان شاء الله يبقى في طفره في اصدارات اخبار اليوم من حيث المحتوى والشكل، بالتالي من حيث التوزيع، وبنعمل ان شاء الله على 30 يونيو القادم يبقى الوضع المالي للمؤسسه افضل بكتير من 31 ديسمبر، وربنا يسهل ان شاء الله. استاذ ياسر، حضرتك يعني كيف ترى مستقبل مؤسسه دار اخبار اليوم في ظل الاوضاع الحاليه؟ الحاجه الثانيه، كيف ترى ايضا دور مؤسسه اخبار اليوم في الوضع الحالي بحيث انها مؤسسه تابعه للدوله؟ طب انا هبتدي من الجزء الثاني للسؤال. اخبار اليوم تابعه للدوله كملكيه لكنها ليست تابعه للحكومه كصحافه. بنعتز بان احنا مؤسسه صحفيه محترمه، بنؤمن ان احنا مملوكين للدوله لكن صحافتنا ملك الشعب. لان احيانا بيفهم تعبير الدوله على انه نظام. نحن لا نتبع النظام، نحن نتبع اراده الشعب المصري. فيما يتعلق بالمؤسسة يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله أنا بأمل إن كل شيء راه بإرادة الزملاء، وإرادة الزملاء اجتمعت على النهوض بالمؤسسة واسترداد مكانتها، وإن إحنا نقدر إن شاء الله نعمل مستقبل بإذن واحد أحد لجميع العاملين في المؤسسة والأجيال القادمة اللي هتنضم المؤسسة يليق بعراقتها ويليق بإنها المدرسة الأولى في الصحافة في مصر. بإذن الله أنا متفائل. عايز أعرف من حضرتك إيه هي المميزات والعيوب اللي هي تخص الصحافة القومية والصحافة الخاصة، وهل حضرتك برضو شايف إن هم منافسين، وهل يمكن إن إحنا يتم مثلا تنسيق بينهم لخلق رؤية جديدة للصحافة؟ مسألة التنسيق دي طبعا في منافسة، مفيش تنسيق بين الأندية في الدولة. إنما عايز أقول لحضرتك إن أخبار اليوم عندها كل المقومات، بتتكلمي عن مؤسسة عريقة، مؤسسة عندها إمكانيات هائلة. صحيح عندها تعثر في بعض الموارد لكن عندها إمكانيات بشرية وإمكانيات
اقتصادية وعندها أصول وعندها كل مقومات المؤسسة الكبرى، بتختلف طبعا عن أي جريدة أخرى مع احترامي ليها، لكن التحدي اللي قدامنا هو اللحاق بالتقدم التكنولوجي في إدارة المؤسسة وفي إدارة الشؤون الإدارية والشؤون المالية وكذلك في إنتاج الجريدة، وده إن شاء الله يتحقق بإذن الله. كيف ترى مستقبل الصحفيين ودور نقابة الصحفيين في الدفاع عنهم؟ وهل حضرتك شايف ان دورها جيد او متراجع او ضعيف؟ دور النقابة جيد، وبعدين مستقبل الصحفيين لو حضرتك بتتكلمي على المستوى الدفاع عنهم، طبعا الصحفيين هي حصن الصحفيين، بيت الصحفيين، طبعا نقابة الصحفيين على مدار تاريخنا، وانا شرفت ان انا كنت عضو مجلس نقابة 12 سنة، نقابة الصحفيين لا تنظر لصحفي واخر على اساس انتمائه لمؤسسة او انتمائه لتيار سياسي بعينه. تدافع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الصحفي في الحصول على المعلومات وحقه في الأمن الشخصي. نقابة الصحفيين طبعا تدافع عن الصحفيين دون النظر لأي انتماءات سياسية، يمكن ده اللي بيميز نقابة الصحفيين عن غيرها من المنطقة. إذا حضرتك بهذا الرأي راضي عن الأداء؟ إذا كان في أي ملاحظات ده وارد الملاحظات في كل شيء، لكن دور نقابة الصحفيين دور معروف ومشهود له على مر التاريخ. تمام. ننتقل لسؤال اخر، مع كل تغيير بيحصل في اي مؤسسه في الدوله بيحصل نوع من القلق والترقب حتى للقيادات الكبيره ثم الشباب، مع استاذ ياسر رزق ده ما حصلش، فعايزه كلمه للشباب تحديدا، لطمأنه الشباب تحديدا من استاذ ياسر. اقول للشباب انتوا المستقبل، احنا الماضي، على اعتاب الماضي، يعني نحن نعتبر ماضي، انتوا في الشروق واحنا على حافه الغروب، اي حاجه بنعملها هي علشانكم. انا نفسي نشوف نجوم من دار اخبار اليوم في الصحافه زي مصطفى امين وعلي امين وقبلهم الاستاذ التبعي زي الاستاذ محمد حسنين هيكل ابن اخبار اليوم اصبح رمز الصحافه العربيه. عايز اشوف نجوم في الاداره زي الدكتور سيد ابو النجا، عايز اشوف في نجوم في المطابع زي المهندس حسن الزاهد. بقول لكم معانا، انا اؤمن بالشباب، وانا ما اظنش ان يعني غدرت الشباب من سنوات يعني بعيده، يعني كل الفرص متاحه للشباب، المطلوب الاجتهاد والحماس والايمان ان اخبار اليوم هي البيت الاول، وان احنا جميعا فريق عمل واحد بتظلنا جميعا روح الاسره. ربنا يوفقكم وانا معاكم. ليه ما يكونش دار اخبار اليوم قناه فضائيه؟ تحت الدراسه، تحت الدراسه، تحت الدراسه، اي شيء بتحكم الدراسه، اي عمل عشوائي محكوم عليه بالفشل. احنا اهتمامنا الاول طبعا هو بتطوير الوزاره الصحفيه، لان احنا مؤسسه صحفيه، في ذهننا الدخول في مجال محطات الاف ام والتلفزيون، وتطوير البوابه ده امر حيوي ولها اولويه مطلقه، وبتمنى ان شاء الله ان بوابه اخبار اليوم تبقى البوابه الاولى في المواقع الاخباريه في مصر.